طبعا يعني واحنا بنتكلم على الاخبار ما ينفعش ان احنا نكون برضو بنهمل حاجة احنا عشناها النهاردة وحضراتكم شفتوها بشكل كبير قوي، وهي فكرة الامطار اللي موجودة من صبح اليوم، يعني صباح يعني الباكر قوي كان في امطار غزيره في بعض الاماكن، في ناس ابتدت ان هي مش عارفه تروح الشغل بتاعها، وناس مش عارفه طيب هل الامطار دي هتكمل ولا لا، طب هل الامطار دي هتعيقنا اكثر من كده ولا لا، طب الامطار هتقل، طب درجات الحراره المتوقعه ايه. احنا دايما عارفين ان في مطره والمطره بهذه الشده فاكيد طبعا درجات الحراره ممكن تكون بتتغير مع كل هذه التغيرات. والحقيقه يعني اللي عايز اقول لكم ان النهارده تتوقع هيئه الارصاد الجويه او توقعت هيئه الارصاد الجويه ان طقس بكره الاربعاء هيكون بارد، يعني هيكون المفروض ان هيكون في انخفاض في درجات الحراره بكره، لكن فرصه سقوط المطر هتكون اقل، فالمفروض ان هي في القاهره الكبرى هتكون نسبه سقوط المطر 20%. عامه عشان احنا نعرف اكتر عن الموضوع ده وعشان نتاكد من كل الاخبار اللي وصلت لنا لغايه دلوقتي، بينضم الينا دلوقتي عبر الهاتف دكتور جمال سيد خبير الارصاد الجويه. دكتور جمال بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم، والنهارده فعلا اليوم كان ممطر جدا على بعض الاماكن بشكل غزير، والناس ابتدت تقول خلاص احنا بقى داخلين على الشتاء وان احنا كده خلصنا الساعات رسميا لفصل الشتاء. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هو فعليا النهارده تأثرت البلاد بامتداد منخفض جو الطبقات الجو العليا، كان مركزه شمال غرب الجمهوريه. المنخفض ده ترافقه كتله هوائيه بارده ورطبه عملت على تقاطر السحب المنخفضه والمتوسطه، اصحاب تساقط الامطار الغزيره والرعديه على بعض مدن الساحل الغربي. تمام. امتدت لمناطق من الدلتا وبالفعل امتدت لمناطق من شرق القاهره، يعني بشكل يعني غير متوقع. كميات الامطار اللي حصلت النهارده شرق القاهره كانت غزيره ورعديه. مظبوط. من الغد باذن الله تعالى في تحسن كبير في الاحوال الجويه بالذات بالنسبه للقاهره. متوقع ان درجه الحراره العظمى غدا الاربعاء حوالي 26 درجه في القاهره. الصغرى هو ده اللي يعني هنعلق عليه حاليا. اتفضل. الصغرى في القاهره فجر الاربعاء حوالي 14 درجه مئويه. ده اللي هو كمان كام ساعه؟ اللي هو فجر الاربعاء الساعة 5 كده الصغرى هتكون 14 درجة مئوية. والكلام ده موجود في معظم مدن الوجه البحري وشمال الصعيد. المطلوب مننا دلوقتي ان احنا اي حد بتتطلب اعمال والخروج ليلا او الساعات صباح الباكر لابد من ارتداء الملابس الشتوية. تمام؟ برضه ما ننساش الاطفال السن الصغير حاليا برضه لابد ان احنا يعني نلبسهم ملابس تليق بدرجات الحراره اللي موجوده او تتناسب مع درجات الحراره الصغرى اللي موجوده. بالنسبه للايام اللي جايه مفيش اي تغيرات جوهريه على حاله الطقس، يعني عندنا درجات الحراره العظمى برضه في القاهره تستمر في غضون 26 درجه. الصغرى تكون من حوالي 16 ل 17 درجه مئويه. اول تقلبات جويه متوقعه تكون ان شاء الله من يوم 7 نوفمبر باذن الله. طيب بالنسبه يعني للمسافرين جاي بعد كده هيكون في خلال الفترة من 7 نوفمبر وممكن يستمر معانا عدة أيام، يعني ممكن يستمر على فترات لحد 11 نوفمبر بإذن الله. تمام. طب دكتور جمال بالنسبة للمسافرين على الطرق الصحراوية والطرق السريعة، يعني هل في شبورة، هل في نشاط معين للمحطة؟ لكن لا تعوق حركة السير. صباح الجمعة بس هو اللي ممكن يبقى فيه شبورة كثيفة أقصى الساحل الشمال الغربي من البلاد. لكن الشبوره اللي موجوده ان شاء الله ما فيش اي تدهور للرؤيه الافقيه خالص باذن الله. تمام. حضرتك برضو يا دكتور ذكرت من شويه كده ان المواطنين المفروض ان هم يكونوا بيلبسوا لبس شتوي دلوقتي علشان درجه الحراره فجر الاربعاء هتكون تقترب في الصغرى يعني في القاهره الكبرى من 14. فهل في 14 درجه بالظبط، هل في نصايح تانية ممكن نكون برضو بنقولها للجمهور ليها علاقة بالفترة الجاية عامة، نكون بنلبس فيها ايه او نكون بنتعامل فيها ازاي؟ لا والله يا فندم، هو احنا دلوقتي حاليا في فصل الخريف، وفصل الخريف يعد من اجمل فصول السنة طقسا في مصر. هو بس يعني فترة الليل والصباح الباكر ده بالنسبة للناس اللي هي بتتطلب اعماله من نزول ليلا او اللي بيخرج الصبح بدري للشغل او كده والاطفال، لكن بدون كده ما فيش اي مشاكل خالص عندنا في الاحوال الجويه بالنسبه لل يعني نشتي بشكل رسمي ولا لسه نستنى شويه يا دكتور؟ لا لسه شويه نستنى يعني شويه حتى هو لا يشتي حاجه بسيطه برضه ما يعطف او تيشيرت مثلا تحت القميص او كده. لكن نشتي بشكل رسمي لا لسه شويه. تمام، يعني احنا بنشكر حضرتك لان ما زالت الاجواء دافئه يعني باذن الله اثناء النهار. خلاص ماشي، يعني احنا كم حضرتك كام شنشتي بشكل رسمي، ولكن النهارده ناخد بالنا في فجر يوم الاربعاء. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال سيد خبير الارصاد الجويه.